السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم واحد الوصفة خطيرة للشعر اللي تيتصبغ او اللي تيترطب. باي باي، من اليوم ما غادي يبقى يتهرس لكم الشعر. جبت لكم واحد الوصفة رائعة رائعة البنات، تتحمق غزالة، تعجبكم كاملين. واهم حاجة الوصفة تتبقى لنا عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، عمرها ما تتخسر. اول حاجة تتحفظ لنا على رطوبية الشعر، تطول تبقى رطب واحد المدة طويلة. ثاني حاجة تحفظ لنا على صباغة الشعر بنفسها، الى صبغنا الشعر ديالها تحمي لنا الزغبة تماما البنات. يعني وصفة يعني كي تنقولوا عصفورين بحجر واحد، وتطول معانا بزاف. واهم حاجه عمر الزغبه ما غادي تهرس لكم نهائيا بالمره. الزغبه باي باي، ما غاديش تبقى تهرس، غادي ان شاء الله غادي تحافظ على الجماليه ديالها، ويحافظ الشعر على الطول ديالو. تنعرفوا بان الشعر من بعد ما ترطبوه او تنصبغوه راه ضروري يتهرس، وهذا الشيء كلنا تنعرفوه. غير دير لنا واحد جام باش تشجعونا، كثروا اللايكات، ويلا معنا الكوزينه البنات باش تعرفوا على هذه الوصفه اللي هي هذه تتبقى لينا حتى ل10 سنين، عمرها ما تتخسر، وتحافظ لينا على الشعر ديالنا بلا ما نبقاو نديروا كل سيمانه وصفه للشعر، وهذا الشيء تيعكز. اليوم غادي نديروا غير وصفه وحده. نبداو على بركه الله. بسم الله، هنا عندي الشمع، خديت 40 غرام ديال الشمع. تتمشيو عند اللي تيبيع الزيوت، راه عنده الشمع او العطار، ناخذ هكا الشمع الخام، راه 5 دراهم كافياكم وشيطه. منين عبر لكم 5 دراهم ما فيها باس، يعبر لكم 40 غرام. وهنا تتاخذوا درهم ورد ودرهم بابونش. كي تتشوفوا الورد والبابونش راه طريين، هذا هو اهم حاجه. وهنا تناخذوا اي زيت عندنا، انا عندي غير زيت النعناع، عندي راه نتوما خذوا الزنجلان، اللوز، اي زيت عندكم. وهنا عندي الثلث ديال الكاس ديال العنبه ديال زيت الزيتون، من الاحسن ما تكونش فيها الملحه، ولا كانت فيها الملحه ماشي مشكل، غير تكون مزيانه ما تكونش مخلطه. تنزيدوا هذيك الزيت على الشمع، 40 غرام ديال الشمع اللي حكيتها باش تجيني ساهله ملي نحطها باش تذوب، يعني تذوب ليا في ساعه. هنا تنزيدوا معلقه كبيره ديال اي زيت عندكم، الا عندكم الشعر ناشف بزاف او مصبوغ تديروه 2 معالق كبار ديال اي زيت عندكم في الدار. هنا غادي ندير 2 معالق صغار ديال هذاك البابونج اللي طحنت مع الورد اللي صابغه البنات الشعر ديالها بالصفر. دير 3 المعالق صغار، من دير 2 معالق صغار ووحده صغيره زياده ديال البابونج. تنعرفوا البابونج يحافظ على الشعر. تنحطوا كل شيء في حمام مريم وتنخليه حتى تيذوب الخليط. هاد الوصفه هذه مهمه بزاف للشعر، عمر الشعر ما يبقى يتقرض لكم ولا الزغبه تهرس، غادي يبقى الشعر محافظ على الطول ديالو. وتنتحداكم بيه غادي تجربوا، غادي يعجبكم. في نفس الميكسور من بعد ما داب ليا هذاك الشمع اش نزيدو معاه، تنزيدو معاه معلقه ديال الفازلين، ولا كانت هذيك الفازلين اللي الغطايه ديالها زرقاء، يعني تكون فازلين ممتازه من الاحسن. انا حتى هي اللي عندي في الدار، تنذوبوا هذاك الفازلين مع الشمع وهو سخون. الا ما بغاش يذوب ماشي مشكل، لان فاش غادي ندوزو في الميكسور راه كلشي غادي يتخلط ان شاء الله. يعني تنعرفوا الشمع الفوائد ديالو لا على البشره ولا على الشعر، وراه داخل بزاف في التجميل. يعني دوك الصالونات الكبار اللي تتمشيو تتحطوا زباله ديال الفلوس، راه غير الشمع، وتنشريو الشمع حنا رخيص. اللهم نصيبوا كل شيء في الدار. واي كوافوره مشيتو عندها اللي بغات تصبغ شعرها تقول لك سيري ديري الزبده لشعرك، غير خرجي بحالك صراحه، ما تكمليش عندها، لان الزبده مع الشمس راه تتحرق تتهلك الشعر. هذاك هو اكفس حاجه، هذيك الزبده مع الوقت، يعني اي وحده تتخرج بالنهار الشعر ديالها تتضرر، والزغبه عاد ما تتزيد تهرس. فما عمرنا ما نديرو الزبده بالنهار، وتا الا بغينا نديروها نتفاداوها، ولا بغينا نديروها الدار بالليل. نصيحه سخون، يعني من الاحسن طحنه سخون ما نخليوش تيبرد، لان الا برد كي تتشوفوا راه في ساعه تيتجمع. ها هو، وغادي دابا نفرغوه في هكا في قريعات. من بعد ما فرغته في قريعات تيجي على هذا الشكل. هذا راه باقي ما جمدش، بالنسبه للثاني كي تتشوفوا ها هو راه جمد. تناخذوه قبل ما ندوشو بساعه ديال المكانه، تنلبسو الشعر ديالنا بهذا الكريم، تناخذوه بحال هكا وتندهنو الشعر ديالنا مزيان. هذا هو اللي تيحمي لينا الزغبه، عمرها ما تتهرس وتتغذى الشعره.
وتتزين وتتغلط وتتزيد ترطب، لا بالنسبة اللي صابغة شعرها ولا بالنسبة اللي مرطبة الشعر ديالها. وتندهنو مزيان الشعر، تنخليوه ساعد المكانة وتنغسلوه تيحمينا من داك الشامبوان اللي تيضرر لينا الشعر. ومن بعد في الايام الاخرى الا بغينا ندهنو نشف لينا الشعر، تندهنو بهاد الكريم هذا، ولكن تندهنو بالليل وتنديرو باتشا وتنديرو زويف ديال حياتي للشعر ديالنا. وتشوفوا الصباح كي تيخر الشعر هكا تيدير، يعني في يام الله العاديه اللي تندهنو شعرنا جوج مرات، يعني عادي غير شويه واحد النسبه قليله باش ندهنو الشعر ديالنا. ولكن فاش نبغيو ندخلو للدوش، يعني نغسلو الشعر ديالنا، تندهنوه مزيان، يعني تنلبسو الشعر ديالنا بهاد الكريم هذا، وتنخليو كي قلت لكم ساعه وتنغسلو. ما تنساوناش من التعليقات ديالكم البنات باش نجيكم في الجزء الثاني، نعطيكم تقنيه بصفر درهم كيفاش ديروا ان شاء الله باش الشعر ديالكم ما يبقاش يطيح. دابا عطيتكم غير التقنيه باش الزغبه ما تهرش، ومن بعد غادي نعطيكم واحد الطريقه رائعه بصفر درهم وبدون تكلفه كيفاش الشعر ديالكم ما يبقى الشعر ديالكم ما يبقاش يطيح من بعد الصباغه ومن بعد الترطيبه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.